حياكم الله مشاهدينا. عملية سيف الفرات التي يقال إن تركيا تجهز لها شمال سوريا ضد الوحدات الكردية لا تحمل على ما يبدو صبغة تركية خالصة، فميليشيا الوحدات الكردية تتهم روسيا ونظام الأسد بالتواطؤ مع تركيا استعدادا لشن هجوم عليها في عفرين شمال حلب. صحيفة أترو الروسية تقول إن موسكو أبلغت أنقرة موافقتها على شن عملية عسكرية ضد الوحدات الكردية في عفرين ومحيطها. مصدر كردي يقول إن الروس طلبوا من المقاتلين الأكراد تسليم المدينة لنظام الأسد أو مواجهة الخطر التركي القادم. حتى الآن لم تشهر تركيا سيفها مع الجيش الحر في وجه الوحدات الكردية، وحتى الآن الأمريكيون صامتون أمام ما يمكن أن يجري لشركائهم في عفرين، لتبدو المدينة والعلاقة مع الوحدات الكردية ميزان اختبار للعلاقات الأمريكية الروسية التركية. في محورنا الثاني، الجيش اللبناني يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في الظروف التي أدت إلى مقتل لاجئين سوريين تحت التعذيب في المعتقلات اللبنانية. ادعى الجيش سابقا أنهم توفوا نتيجة أمراض مزمنة، خطوة قد تبدو انحناء أمام وجه العاصفة التي وضعت المؤسسة العسكرية في نفس السلة مع ميليشيا حزب الله اللبنانية وانتهاكاتها، ووضعت الحكومة اللبنانية في موقف محرج خصوصا مع محاولات أطراف داخلها فتح قنوات اتصال مع نظام الأسد تحت ذريعة التنسيق لحل أزمة اللاجئين. نتوقف عند كل هذا بعد قليل في تفاصيل، ابقوا معنا. أهلا بكم. اعتبر قائد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية سيبان حمو أن التعزيزات العسكرية التركية شمال حلب إعلان للحرب، واتهم حمو روسيا ونظام الأسد بالتواطؤ مع تركيا في الهجوم المحتمل على عفرين ومحيطها. وبحسب صحيفة أترو الروسية، فإن وزير الدفاع الروسي أبلغ الرئيس التركي موافقة الكرملين على العملية العسكرية المرتقبة التي ستحمل اسم سيف الفرات. تفاصيل أكثر في تقرير محمد الدغيم. تبدو مدينة عفرين في شمال حلب بالون اختبار للعلاقات الأمريكية الروسية التركية مع ميليشيا الوحدات الكردية أولا وبين الدول المذكورة ذاتها. التصعيد التركي وقرع طبول حرب عملية سيف الفرات في شمال حلب رافقه انسحاب قوات روسية من محيط عفرين إلى مدينة حلب. هذا الانسحاب كان في الساعات الأولى مشكوكا به، لكن في الأيام التي تلته بدا واضحا أن ما فعلته روسيا جاء بالتنسيق مع تركيا. يؤكد ذلك قائد الوحدات الكردية سيبان حمو ليتهم الروس ونظام الأسد بالتواطؤ مع تركيا في الهجوم المحتمل على عفرين ومحيطها. يقول حمو إنه من الواضح أن تركيا تريد محاربة ما أسماه بغرب كردستان، أما روسيا فتريد الانتقام بعد استبعادها والنظام عن معركة الرقة التي ذهبت لحصة الأمريكيين مع شركائهم على الأرض الوحدات الكردية. وبحسب صحيفة أوترو الروسية، فإن وزير الدفاع الروسي أبلغ الرئيس التركي موافقة الكرملين على بدء عملية عسكرية روسية تركية ضد الوحدات الكردية في عفرين. يقول مصدر كردي إن روسيا أعطت مهلة لوحدات حماية الشعب كي تختار بين تسليم عفرين لنظام الأسد أو اجتياح الجيش التركي لعفرين على حد قوله. هذه المعلومات تتناقض بعض الشيء مع تصريحات لرئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم هدد فيها بتسليم عفرين إلى نظام الأسد في حال لم تعمل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على وقف التهديدات التركية لدخول عفرين. من الواضح أن تأخر إطلاق عملية سيف الفرات إلى اليوم سببه تأخر صدور قرار سياسي نتيجة المباحثات بين الأطراف المعنية.
قيادة الوحدات الكردية تعتبر الانتشار العسكري التركي بمحيط عفرين إعلان للحرب، لكن تركيا تقول إن تلك التحركات ليست إعلانا للحرب وإنما استعدادات مشروعة ضد أي تهديد من ميليشيا الوحدات الكردية. اندلاع هذه الحرب أو إلغاؤها مرهون برد الوحدات الكردية على الرسالة الروسية أو بتحرك أمريكي مفاجئ يكسر الصمت السائد والغامض من قبلها حتى الآن. أرحب بسمير صالحة أكاديمي ومحلل سياسي انضم إلينا مباشرة من إسطنبول. مساء الخير وأهلا بك معنا. أرحب أيضا بصلاح بدر الدين محلل سياسي من أربين ينضم إلينا، مساء الخير وأهلا بك معنا. أرحب أيضا بغسان المفلح كاتب سياسي عبر سكايب من زوريخ، مساء الخير وأهلا بك معنا. وبعد قليل ستنضم إلينا ثريا الفراء أستاذ العلوم السياسية من موسكو. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك سيد صلاح بدر الدين. طبعا حينما يقول قائد الوحدات الكردية بأن روسيا والنظام متواطئين مع تركيا لأي عمل عسكري في عفرين، على أو محتمل، يعني على ماذا بنى هذه الاستنتاجات؟ مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام. طبعا يبدو وأعتقد من المؤكد أن القرار لم يعد بأيدي السوريين، يعني ما يجري في الداخل وما يجري حول الداخل ليس للسوريين أي تأثير في مجرى الأحداث، هذا أولا. ثانيا بالنسبة لجماعات بيدي، هؤلاء واقعون في تناقض عميق، كل يوم نسمع تصريح مسؤول يناقض المسؤول الآخر، يعني هم متوافقون مع النظام، كل الناس تعلم هذا الشيء وهم يعلمون ويصرحون بأن هناك مؤامرة عليهم من جانب النظام. طبعا ما يجري الآن أنا أعتقد يعني نتيجة تصرفات بيدي وجماعاته المسلحة منذ بداية الثورة السورية. الثورة السورية منذ قيامها لم تكن بحاجة إلى استعداء الجوار السوري، هناك كانت ثورة في الداخل وهي تحتاج إلى دعم وإسناد من الدول المجاورة، على الأقل أن لا يعادوها. هؤلاء جاءوا ويعني أصبحوا يعادون طرفين أساسيين في المعادلة السورية، هي تركيا وكردستان العراق، يعني إقليم كردستان العراق. لذلك ما يجري الآن هي نتيجة لهذه السياسة الحمقاء من جانب بيدي. حقيقة الآن هم طيب. أنت تتحدث عن البيدي سيد بدر الدين، ولكن علاقة الوحدات مع النظام كانت جيدة جدا حتى وقت قريب، يعني واليوم روسيا تقول لهم سلموا المدينة، سلموا عفرين للنظام أو واجهوا الأتراك. طبعا الآن بالنسبة لعفرين، طبعا أي قوة احتلال في سوريا نحن ضد، يعني هناك احتلال روسي، هناك احتلال إيراني، حتى لو تركيا احتلت بلادنا سنكون ضد هذا الاحتلال. ولكن ما يجري الآن هو الصراع بين بيدي وتركيا، والسوريون والحركة الكردية ليست لهم مصلحة في هذا الشأن. نحن ليس من أولويتنا معاداة تركيا ولا أقليم كردستان العراق، من أولويتنا إسقاط نظام الاستبداد ومواجهة الإرهابيين من أي صنف كانوا، ميليشيات مذهبية أو داعش أو غير ذلك، ولكن الأولوية بالنسبة لنا هي مواجهة النظام. سيد سمير صالحة، سيف الفرات على ما يبدو ليس سيفا تركيا خالصا، هناك موافقات تركية في الموضوع، روسية عفوا في الموضوع، وخاصة وفق تصريحات صحيفة أوترو الروسية التي قالت بأن وزير الدفاع الروسي أبلغ الرئيس التركي بموافقة الكرملين على عملية سيف الفرات.
نعم، مساء الخير للجميع. أولا أتفق معك فعلا، عملية سيف الفرات ستكون مختلفة عن درع الفرات، ربما فيها نقطتين أساسيتين: استكمالية لدرع الفرات، المواد التي كانت تريدها تركيا بين أهدافها في درع الفرات ولم تكتمل، منبج تحديدا، ومحاولة إنجاز هذه الرقعة الأمنية الواسعة بحدود 5000 كيلومتر. الآن في سيف الفرات يبدو أن جزء ثاني أضيف، هو موضوع إدلب كما تعرفين، بتفاهم مع روسيا، وأظن أن هذه المسألة شبه واضحة لا خلاف حولها. لكن النقطة الأساسية العالقة والتي أظن هي يعني عامل أساسي في أسباب التحرك التركي، أن هناك هاجس تركي لدى القيادة السياسية التركية من تواجد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في هذه المناطق الحدودية وتهديد الأمن الداخلي التركي أكثر من مرة، هذا الاستهداف في الأيام الأخيرة إلى الداخل التركي. يعني سمير صالحة، لماذا هذا الهاجس؟ تواجد حتى لماذا هذا الهاجس؟ يعني الوحدات الكردية قالت بأنها لا تهدد تركيا. هذه النقطة مهمة جدا، يعني ما سمعناه اليوم من صالح مسلم إذا كان فعلا كلام صحيح، في تحول مهم جدا، أنه محاربة الاحتلال والذهاب إلى شمال سوريا وعدم الرهان على روسيا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، أين كان هذا الكلام وأين كان صالح مسلم حتى الأمس القريب؟ يعني الموقف التركي واضح، تركيا تقول أنها لا تحارب أكراد سوريا، هي تحارب حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي الذي تصفه أنقرة بأنه تنظيم إرهابي يتحرك باتجاه مصالح ضيقة في الداخل السوري. الآن إذا كان فعلا صالح مسلم يعني يريد أن يذهب باتجاه حماية سوريا أو محاربة الاحتلال في سوريا، عنده مجموعة من الأسئلة أمامه عليه الإجابة عنها. من الذي فتح الطريق أمام التدخل الأمريكي بهذا الشكل الواسع كما تعرفين؟ من الذي كان يحتمي وراء العلم الأمريكي حتى الأمس القريب في أكثر من بقعة جغرافية في شمال سوريا؟ من الذي فتح الطريق أمام 7 قواعد عسكرية أمريكية في شمال سوريا؟ والنقطة الأهم العالقة والتي تعني وأختم بها، أنه الآن صالح مسلم يريد أن كما فهمنا يسحب القوات من الرقة وينقل السلاح الأمريكي الذي منحته إياه أمريكا لمحاربة داعش لمحاربة الأتراك. هل ستسمح واشنطن بذلك؟ هل هذا ما سأسأل عنها السيد غسان المفلح. طبعا درع الفرات منذ أشهر انطلقت بموافقة أمريكية، واضح جدا اليوم بأن سيف الفرات سيكون بموافقة روسية. هنا الولايات المتحدة الأمريكية لماذا صامتة حتى الآن وحلفائها في خطر أو شركائها على الأرض؟ يعني أعتقد أن الموضوع أعقد مما يطرح، وأعقد من هذه الموجة الإعلامية أن تركيا يمكن أن تدخل عفرين. في الحقيقة هنالك يعني تناقضات واضحة سواء في الموقف التركي أو في الموقف الاتحاد الديمقراطي. يعني في الموقف التركي يعني الأتراك يعلمون جيدا أن منذ نشوء هذا الحزب الذي هو حزب العمال الكردستاني في تركيا، منذ نشوء هذا الحزب يعرفون أن عمقه وغطاءه السياسي في سوريا هو النظام. هذه مسألة أولى. الآن الحديث على أن مطلوب من البيادية تسليم عفرين للنظام، هذا انا اعتقد هذا يعني كلام غير صحيح لسبب. اولا النظام لم يخرج من عفرين كما لم يخرج من القامشلي، والتي هي واللتان هما اهم مدينتين يسيطر عليهما قوات الاتحاد الديمقراطي او ما يسمى بالبيجي، وبالتالي يعني اعتقد هذه ترويسه غير صالحه في هذه الفتره لتصوير حقيقه الصراع. انا ما اظن الان ان الاتراك يحاولون اشغال هذه القوات قدر الإمكان للتخلص بالدرجة الأولى، للتخلص مما يمكن أن نسميه مقاتلين أكراد أتراك موجودين في تركيا، وأرسالهم يعني استنفار هذه الكتلة التي هي موالية عسكريا لحزب العمال الكردستاني ولليبيجي، استنفارها في هذه المنطقة. وبالتالي نحن أمام حالة يعني تركيا ترتاح على هذا الصعيد و يعني لا تعود. والملاحظ في هذه النقطة كي أوضح أكثر،
أن المدن الكردية في تركيا ولا كأنها معنية بما يجري في عفرين. يعني هنالك احتلال تركي وهنالك تهديد كما يعني يصف بالإعلام باحتلال عفرين، ولا نجد أن هنالك من يساند عفرين في سوريا. إذن نحن أمام صراع بين طرفين تركيين في الحقيقة، طرف تركي تركي وطرف كردي تركي. يعني هذه نقطة. لكن دعيني أوضح بما يخص الروس. الروس موقفهم، هم يعني يطلبون من كل الأطراف التي تريد موقع قدم في سوريا عن طريق الروس، يطلبون قضية واحدة: الاعتراف بشرعية بشار الأسد. الأتراك حتى هذه اللحظة هم متناقضون في هذا الموقف، تارة يقولون أنهم لا يجب أن يبقى الأسد، وتارة يصرح أحد مسؤوليهم أن المسألة التركية أو الهدف التركي ليس إسقاط الأسد. لذلك أعتقد أن الأمور يجب أن تكون واضحة. بالنسبة لليبيجي، إذا غطوهم الأمريكان، سأعود إلى فقط نقطة أخيرة إذا سمحت. تفضل. الأمريكان مطلوب منهم من قبل الحزب العمال الكردستاني وفرعه السوري الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، مطلوب أن يحلوا محل النظام في دمشق. هذا هو المطلوب من الأمريكي. هل الأمريكان فعلا جادين بتغطية قاعدة عسكرية ضد تركيا لحزب العمال الكردستاني في سوريا بدل نظام الأسد؟ أنا لا أعتقد أن الأمريكان الآن في وارد هذه النقطة. أعود إليك سيد صلاح بدر الدين. يعني هناك نقطة أثارها السيد غسان المفلح حول ما يدور في بالنسبة لعفرين. يعني صالح مسلم قال سنسلم عفرين للنظام كما سلمنا منبج، وأصلا النظام موجود في عفرين، وشرط هذا إذا لم تتدخل روسيا وأمريكا طبعا لحمايتهم. هل هذا هو أحد الخيارات التي يمكن أن تقدم عليها الوحدات الكردية بالنهاية؟ نعم، يعني هو بداية ظهور جماعات PKK PYD وملحقاته في سوريا كانوا ضمن مشروع يستند إلى نقطتين أساسيتين: الأول عجل الكرد عن الثورة السورية، اثنين يعني مواجهة تركيا أو ربط القضية السورية بالصراع مع تركيا. هذه يعني كانت رسالة PKK عندما بدأوا بالظهور وانتقل مسلحوهم من قنديل إلى المناطق الكردية بالأول ثم توزعوا. الآن هم يسيرون على نفس المشروع بالحقيقة. أنا أولا عفرين ما زال فيها النظام، فيها أجهزة الأمن كما في القامشلي، نفس الشيء، هناك تنسيق، هناك يعني حتى الناس أو الموظفون الذين تحت رعاية الإدارة الذاتية يقبضون الرواتب من دمشق. يعني هذه الأمور باتت واضحة. لذلك أنا أعتقد من السهولة جدا أن يسلموا عفرين بشكل أساسي إلى النظام. هذا ليست مسألة. وكما أشار الصديق غسان، فعلا بما أنه في تركيا ليس هناك أي تحرك لا في المدن الكردية ولا، معناته الأمور محسومة بالنسبة لهم. يعني ليس هناك خطورة على PYD على الأقل، هناك خطورة على الشعب المدني، على الشعب المسكين، على يعني الأمنين. سيد صلاح، يعني أهالي عفرين سيدفعون الثمن. يعني أنت تقصد بأن تركيا ليس لديها مانع بأن يكون النظام موجود في عفرين، المهم ليسوا أكراد. بالنسبة لتركيا أعتقد وجود النظام أفضل لهم من وجود الآخرين. بكل أسف هذا هو المنطق. وحتى بالنسبة لPYD يعني الأولوية لمواجهة تركيا لصالح PKK وليس مواجهة نظام الأسد. يعني حروب بالوكالة على أرضنا وفي بلادنا، هذا ما يحصل مع الأسف. أرحب بثريا الفرة أستاذة العلوم السياسية، تنضم إلينا الآن مباشرة من موسكو. مساء الخير وأهلا بك معنا في تفاصيل. دكتورة ثريا، يعني هل بالفعل هناك تأييد روسي سري لتركيا للهجوم على الوحدات الكردية في عفرين، خاصة طبعا بعد استبعادها من معركة الرقة، وأنا أتحدث عن روسيا؟
مساء الخير هاجر لك والمشاهدين الأعزاء والرحمة لكل شهداء سوريا. لا أظن، أنا أرى بأن هنا طبعا أنا أتحدث هنا حسب رؤية الإدارة السياسية الروسية، لا أرى بأن هناك تآمر أو تعاون مع الإدارة التركية. أنا أرى بأن هنا الدور الروسي هو دور محايد، يعني هي تحاول قدر الإمكان ألا تنحاز إلى جهة ضد الأخرى. وبالنسبة للقوات الروسية المتواجدة في تلك المنطقة هي لم تخرج، يعني هي فقط من أصل 25 آلية تم سحب 8 آليات، وبالتالي هي متواجدة، يعني ليس كما يدور الحديث حول سحب القوات وسحب الآليات العسكرية والتحرك والخروج من المنطقة، هذا غير صحيح. طيب يعني هذا السحب دكتور، هذا السحب الجزئي الذي تتحدثين عنه، ألا يكون مؤشر رسالة للوحدات الكردية، عامل ضغط؟ أستاذة هاجر، يعني لماذا أنا لا أرى هنا، لماذا الأكراد يتخوفون من هذا التحرك التركي؟ نحن نعلم بأن الحرب يعني شبه تكون أزلية ما بين كل من تركيا والأكراد، وهم يعلمون بأن كل فترة وفترة زمنية تقوم القوات التركية بشن حملات عسكرية داخل الأراضي السورية لضرب ما يسمى هناك بالوحدات حماية الشعب الكردي أو مسمى حزب البي دي، هذا شيء معروف. يعني ولماذا تطلب الأكراد تحديدا من روسيا حمايتها؟ نحن نعلم بأن هناك يوجد في شمال سوريا وبالتحديد في المناطق التي تسيطر عليها الأكراد هناك لا يقل عن 3 أو 4 قواعد عسكرية أمريكية هي متواجدة. إذن هذا الكلام يفترض أن يوجه إلى الجهة الأمريكية وليس إلى الجهة الروسية. نحن نعلم من يقوم بدعم الأكراد بالتأكيد هم الجانب الأمريكي، وستبقى إلى آخر لحظة هي التي تدعم بالجانب الكردي. إذن لماذا هذا القلق من الجانب الكردي؟ طيب، لماذا يريد يعني عن هذا القلق من الجانب التركي؟ طيب دكتورة ثريا، كيف نفسر أو كيف نقرأ أول شيء الصمت الأمريكي، وثانيا روسيا حينما قالت طلبت من الوحدات الكردية تسليم المدينة للنظام أو قالت لهم واجهوا تركيا؟ صحيح، إذا هذا على العكس، يعني هنا تركيا الأكراد يعني للأسف يقومون بفضح مآربهم في المنطقة، يعني عندما يقول لك إما نسلم المناطق التي تقوم الأكراد بتحريرها بدعم من القوات الأمريكية ومن ألمانيا وفرنسا، أو نسلم الأراضي للنظام السوري. إذن هذا ألا يعني بشكل أو بآخر بأن هناك تفاهمات سياسية ما بين تلك الأطراف مجتمعة؟ يعني أنا أرى بأن الجواب في السؤال الذي طرحته أستاذة هاجر، يعني سؤالك يحمل الإجابة بحد ذاتها. إذن أنا أرى بأن هناك بالتأكيد، يعني عندما تهدد هي بهذه الطريقة بالتأكيد هناك تفاهمات، يعني إذن هناك تفاهمات ما بين الأطراف التي ذكرتها على خارطة جديدة أو على كيف سيكون مستقبل سوريا الجديدة. يعني هذا كما قلت لك، يعني جواب السؤال يتضمن الإجابة في السؤال اللي طرحتيه. طيب، وعن التفاهمات طبعا أعود إليك أستاذ سمير صالحة، دكتور سمير صالحة، طبعا هل من الممكن أن يكون هناك تفاهمات أمريكية روسية حول انطلاق درع الفرات، خاصة هناك من يقول بأن سيف الفرات لا يمكن أن ينطلق دون موافقة أمريكية رغم هذا الصمت إلى الآن؟ يعني لا أظن إطلاقا أنه أنقرة تبحث الآن عن دعم أو تأييد أو موافقة أمريكية لمشروع سيف الفرات، لأنه رسائل القيادات السياسية للتركية في الأيام الأخيرة أكدت مرة أخرى وجود هذا التباعد والانشقاق، لن أقول القطيعة، بين واشنطن وأنقرة تحديدا في موضوع تواجد القوات الأمريكية والخدمات التي قدمتها وما زالت تقدمها لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. لا أظن إطلاقا أنه أنقرة ستتريث بانتظار معرفة الموقف أو القرار الأمريكي، بالعكس هذه المسألة محسوبة بالنسبة للأتراك، خصوصا بعد اجتماعات الأستانة وتفاهمات حول المناطق تخفيض التوتر. ما أنا قلت لك قبل قليل أنه هذه العملية مرتبطة مباشرة بعملية منطقة إدلب، لذلك طيب أظن أن ماذا لو رفض الأمريكيون دكتور صالح؟ مع روسيا ماذا لو رفض الأمريكيون؟ أظن الولايات المتحدة
نعم، الولايات المتحدة الأمريكية برأيي الآن تسعى وراء شيء، هم يعدون كما تعرفين لاجتماع في واشنطن مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي باتجاه الضغط على هذا الحزب لقبول برأيي هذا ما يجري الآن على الأرض. هذه نقطة تعني أن واشنطن أيضا حسمت موقفها في موضوع عملية سيف الفرات وقبول هذه مشروع الخطة المناطق الآمنة المطروحة. لكن نقطة في غاية الأهمية علينا أن نفصل برأيي بين مسألتين أساسيتين. أن تركيا الآن تعلن الحرب على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، لكنها تعرف جيدا أنه مسألة تواجد النظام في عفرين مسألة تعني بالدرجة الأساسية جيش السوري الحر وقوات المعارضة السورية. الكلمة هنا ستكون للمعارضة السورية، لأنه كما تعرفين أيضا حزب الاتحاد الديمقراطي هو الذي حارب الجيش الحر في هذه البقعة الجغرافية بالتنسيق مع النظام، واستطاع انتزاع بعض القرى والأراضي منها. هذه نقطة برأيي علينا أن نميز بينها في هذا النقاش. سيد غسان المفلح، برأيك أمريكا معنية بوجود لها غرب الفرات، خاصة يعني بما أنه القواعد الأمريكية كلها منتشرة أو أغلبها 6 قواعد تقريبا منتشرة شمال الفرات أو شرق الفرات؟ طبعا معنية، لكن دعيني أوضح نقطة. الأمريكان هم كانوا عرابين تسليم أوجلان للأتراك يعني على أيام حافظ الأسد، وكلنا يتذكر الاتصال التليفوني الذي جاء من وزير الخارجية الأمريكي آنذاك بحافظ أسد وقال له أن الأتراك جادين هذه المرة وعليك أن تجد حلا لمسألة أوجلان. لذلك الأمريكان وإن بدت علاقتهم قوية، لكن أعتقد أن يتخذوا قرارا استراتيجيا بدعم قاعدة واضحة ولوجستية لحزب العمال الكردستاني في سوريا، أعتقد أن هذا الأمر يعني الأمريكان لن يقوموا به على الأقل بالمستوى الإعلامي، وأن ربما يعني يمد الاتحاد الديمقراطي ببعض الأسلحة وهذا، لكن أعتقد أن الأمريكان لن يقوموا بالتغطية التي كان يقوم بها النظام السوري لحزب العمال الكردستاني في سوريا. هم يتحالفون مع الاتحاد الديمقراطي والليبيجي في مهام واضحة ومحددة هي ضد داعش تحديدا. ما تبقى، لا يوجد لدى الأمريكان أي سيناريو استراتيجي يطرحونه على الاتحاد الديمقراطي، بمعنى أنهم لا يريدون إلى الآن الأمريكان حتى هذه اللحظة لا يريدون سيناريو استراتيجي يطرحونه على أي طرف سوري، لأنهم هم لم يحسموا أمورهم. يعني يا سيد غسان، أليس الواقع مختلف الآن يعني خاصة بالنسبة لإقليم كردستان وهذا الاستفتاء الذي سيجري؟ ألا يمكن أن يتمدد الأمر إلى سوريا؟ لا، موضوع إقليم كردستان، الأتراك لم يكن لديهم أي مانع من قيام كردستان العراق، وبالعكس علاقة كردستان العراق بالإدارات التركية كانت علاقة جيدة يعني، وحتى هذه اللحظة الأمر هنا مختلف. كردستان العراق يمثلها أكراد العراق، هذه النقطة جوهرية بالنسبة للأتراك وبالنسبة للأمريكان. واثنين، كردستان العراق ليس لديها جبهة مفتوحة مع أي قوة باستثناء داعش، وداعش هي التي هاجمت كردستان العراق بالمناسبة. لذلك الموقف الأمريكي في سوريا يختلف كليا عن الموقف. اثنين، لا زالت إلى الآن قوات الاتحاد الديمقراطي للأسف تارة يعني تكون قوات كردية وتارة تكون قصد يعني خليهم كمان الشباب يرسوا على بر، لكن الأتراك يعني معنيين بسلامة عفرين وسلامة أهل عفرين. اسمح لي، لم يتبقى لدي الكثير من الوقت، دكتور الفرة، يعني برأيك الدعم الأمريكي هل هو محدود مشروط في سوريا أم هو دعم مفتوح ويمكن أن يكون الاتجاه إلى إقليم كردي؟ أحسنت أستاذة هاجر، وعجبني ردك بالنسبة للضيف الأستاذ غسان.
على العكس، يعني أنا أرى بأن التواجد الكردي أصبح قوي جدا منذ مدة كما تفضلت وذكرتي عندما تم الإعلان عن قيام باستفتاء لاستقلال إقليم كردستان عن جمهورية العراق. اليوم في سوريا تقام هناك ما يسمى بمنطقة روج آفا، نحن نعلم بأن هناك الأكراد الآن في الوقت الحالي يقومون بتنظيم كنتونات، الهدف منه بالنهاية هو جمع هذه الكنتونات في منطقة واحدة وتشكيل ما يسمى بمنطقة روج آفا. نحن نعلم اليوم هذا الكلام لا أخذه أنا، أخذ من المصدر الأساسي عندما يصرح حمو عندما يقول بأن هذا التحرك التركي عند هذه عملية ما يسمى سيف الفرات هي هدفها إفشال قيام منطقة الحكم الذاتي روج آفا. هذا يعني بأن فعلا هناك سيكون تواجد كردي قوي، القوات الأمريكية تساعد بشكل كبير جدا بشكل لوجستي بشكل عسكري، هناك دعم من الجو، هناك دعم من الأرض، هناك ما لا يقل عن 1000 جندي أمريكي يتواجدون على الأرض السورية في الشمال في شمال سوريا. نعلم بأن لهذا التواجد الأمريكي عدة أهداف، الهدف الأول منها بالتأكيد هو العمل على تقسيم سوريا، الهدف الثاني قيام دولة في شمال سوريا تضمن أمن إسرائيل بشكل أو بآخر. نحن نعلم بأن القوات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية عولت على بعض الجهات الكردية بمسألة إقامة منطقة حكم ذاتي تضمن لأمريكا مصالحها في تلك في المنطقة العربية وبذات الوقت تضمن أمن إسرائيل. هذا الكلام لم أتحدث أنا به، أنا اطلعت عليه من مصادر كردية هي صرحت بهذه التصريحات. أنا أكتفي بما قاله حمو عندما قال بأن عملية درع الفرات أو سيف الفرات عفوا هدفها إفشال قيام روج آفا. إذن هذا يكفيني، يعني أنا لا أستمع الآخرين، أنا أستمع إلى المصدر ذاته الذي من أجله يقوم الآن بما يسمى بتطهير داعش. واضح دكتورة، ليس الهدف منه تسليم. دعيني أخذ وجهة نظر في نفس هذا الإطار سيد صلاح بدر الدين، اعذروني لم يتبقى الكثير من الوقت. سيد صلاح بدر الدين، من تؤيد السيناريو الذي تحدث عنه السيد غسان المفلح أما التي تحدثت عنها الدكتورة ثريا الفرة؟ يعني برأيك أين تتجه الأمور؟ أنا طبعا لم أسمع بشكل دقيق ما تكلم به الزملاء، ولكن أعتقد بالنسبة للأمريكان حسب ما نعرف وحسب معلوماتنا لديهم اتفاقيات استراتيجية مع كردستان العراق، وهم يعني شركاء الآن في العراق ضد الإرهاب وحتى بالنسبة للوضع العراقي العام. أما فيما يتعلق ببيدي أعتقد ليس هناك أي اتفاق استراتيجي بين الأمريكان وبين هذا الحزب، هم بحاجة إليهم حتى ينتهي موضوع الرقة، وأنا لا أتصور أن الأمريكان سيتخلون عن حليف قديم لهم وهو تركيا. يعني باختصار سيد صلاح بدر الدين، يعني نختصر المسألة، هل تتوقع غرب كردستان في المستقبل أم لا؟ أنا لا أعتقد أن القضية الكردية في سوريا لن تحل إلا بالتوافق مع الشركاء العرب السوريين، وسوريا لن تتقسم، سوريا ستبقى موحدة رغم كل هذه المصائب التي تحصل الآن. شكرا جزيلا لك صلاح بدر الدين محلل سياسي من أربيل، شكرا جزيلا لك دكتورة ثريا الفرة أستاذة العلوم السياسية من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور سمير صالح أكاديمي ومحلل سياسي من إسطنبول، أستاذ غسان المفلح أرجو أن تبقى معنا لنقاش المحور الثاني، لكن نذهب إلى فاصل مشاهدينا ثم نعود بكم.